ليلى عبد اللطيف، اسم ما ممكن يمر مرور الكرام. اشتهرت بقدرتها على إصابة الهدف وتحديد الأسماء وتوضيح الإلهامات. عندها إلهام قوي بينمى مع الأيام ليصدق بالأغلبية الساحقة من الأوقات. صار اسم سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف اسم معروف بين كبار السياسيين والاقتصاديين والفنانين من لبنان ودول الخليج العربي، إلى جانب شركات عالمية. بدأت مشوارها مع شاشة الام تي في والإعلامي غازي فغالي سنة 1990، وظهرت ببرنامج لأشهر كانت خلالها بترد على أسئلة المشاهدين. صرتوا بتعرفوا كل الإجراءات لازم تاخدوها حتى ليلى تقدر تجاوبكم. كل الأسبوع معنا ليلى بحلقات سيرفي شو. وبعد مرور سنوات التقت عبد اللطيف الإعلامية ريمان جيم يلي اقترحت عليها إعداد برنامج شهري تطلق فيه توقعاتها. ما تراه اليوم تصر على أنه إن لم يحصل اليوم ففي الغد حكما، تثق بحدسها لدرجة أن توقعاتها بأغلبها مباشرة وبالأسماء والتفصيل وليس بالإيحاء. واستمرت بإذاعة صوت الغد 6 سنوات وظهرت بالعديد من البرامج التلفزيونية والوسائل الإعلامية المكتوبة والإلكترونية وغيرها. شايفة أنظمة تتغير، أنظمة عالمية وعربية وخصوصا يعني عربية. في أمور يمكن تحديناها أنه ولا ممكن أنها تصير، ولكن بفترة أقل من شهر معظم ما توقعته ليلى عبد اللطيف صار. ليلى عبد اللطيف يلي اشتهرت بعالم التوقعات كان لها مقابلة مميزة مع CNN الأمريكية، وهي خطوة مهمة تضاف إلى مسيرتها. ليلى عبد اللطيف إنها اليوم عائدة من إطلالة تلفزيونية عالمية عبر أهم المحطات الأمريكية CNN التي وللمرة الثانية تثق بها لتفتح لها الأثير. مع ليلى عبد اللطيف اللي رجعت الاحترام إلى عالم التوقعات. هذه المرأة اللي أثبتت حالها من خلال التجارب، ابتدت من CNN منذ عشرات السنين وعادت إلى CNN في 2011. معظم بل أكثرية المحطات اللبنانية والعربية استضافوا ليلى عبد اللطيف بحوارات خاصة. عبد اللطيف ظهرت في ليلة رأس السنة على شاشة الجديد. بلا شك حالة تستوجب التوقف عندها لترى مدى التأثير، الصحة والمقارنة والمقاربة. ليلى عبد اللطيف اسم لمع في مجال التوقعات خصوصا بالفترة الأخيرة. مع كل إطلالة جديدة تحدث ضجة، هي الموهوبة بالتوقع ليلى عبد اللطيف، يلي إذا أي متابع شاهد تنبؤاتها حول مسار الأحداث المستقبلية بيعرف من دون شك إنه معظم توقعاتها تصدق. معظم تلك التوقعات صحت بالصورة والصوت وفي الأزمنة والأمكنة التي توقعتها. من بعد ما أطلت على شاشة الجرس وشاشة الجديد مع الإعلامي جورج صليبي وغادة عيد وغيرهم من الإعلاميين يلي استضافوها لمعرفة إلهامها ونظرتها للمستقبل، وإطلالتها على شاشة كويتية بوقت ممنوع عرض برامج التوقعات بالكويت، كما وقدمت حلقات توقعات على قناة القاهرة والناس المصرية مع الإعلامي توني خليفة، انتقلت ليلى عبد اللطيف على شاشة الـ LBCI والـ LDC ببرنامج تاريخ يشهد يلي كل آخر شهر تطلق خلاله توقعات بتهز الشارع اللبناني والعربي. بيضل اسم ليلى عبد اللطيف محور جدل وإعجاب وموعد ينتظروه الكل لنسمع شو رح تقول سيدة التوقعات عن مستقبل لبنان والدول الإقليمية والعالم كله.